تنوع الطلة الرمضانية ينسج لوحة فنية ملونة تعكس مدى قدرة الإنسان على استقطاب الفرح في أكثر اللحظات سكوناً واحتفاءً بالحياة في أشد الأوقات ابتهالاً. اللبس التقليدي ليس مجرد أصباغ تلونت على الأقمشة، إنما احتفالاً بالهوية العتيقة وترحيباً بزائر مهما كنا موعودين بقدومه، إلا أننا نشعر بطول غيابه ونتلهف للقائه. هذه الأزياء المتوارثة عبر الأجيال لا تندثر، حيث تمثل طريقة الاستدامة للفن والرؤية الواحدة للانتماء في أصباغ فرائحية حليها الابتسامة والفخر. مساءكم ملون بالسعادة والحب مشاهدين الكرام، لكن نروح فاصل قصير ومن ثم نعود. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام بليلة جديدة من ليالي رمضانية عبر شاشة تلفزيون حضرموت. في رمضان تحديدا أسلوب الحياة يتغير جذريا في المأكل والعمل وحتى الملبس. اللبس اليوم أصبح يتواكب مع أسلوب الشهر الفضيل، فنرى الجميع يهتم بهذه التفاصيل وخاصة في لبس الأطفال وكيفية دمج الأسلوب التراثي مع الأسلوب العصري. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو مصممة الأزياء أمل الكلدي. يحيى فيك أمل. حيا إن شاء الله. طبعا أمل، لاحظنا في الآونة الأخيرة أن هناك اهتمام من الناس قبل دخول شهر رمضان بأنهم يهتمون كيف أنا بختار نوعية القماش عشان أفصل توب، عشان أفصل مثلا مخور أو زي كذا. لاحظنا أيضا وجود هناك مخاور لها تصميم معين، قماش قرقعان له أيضا تصاميم معينة. لاحظنا أنه الناس يفكرون لازم أروح عند الخياطة قبل رمضان عشان أفصل هذا الثوب، ولكن نحن قبل ما نتعرف أكثر حول هذا الموضوع أمل، نبغى أول شيء نعرف عنك، متى أنت كانت الانطلاقة لك الأولى في مجال تصميم الأزياء؟ أول شيء كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليك يا رب. وعلى حضرموت كافة، ونتمنى لهم الأمن واستقرار في المحافظة وهي الأهم. وشكرا لسيادة المحافظ والعيون الساهرة على هذا الأمن، نحمد الله كثير. ثاني شيء، أنا الانطلاقة كانت من 2007 بداية المشوار، ولكن حبه بس هذه الظاهره كأزياء وشغلات رمضانيه وشغلات ظهرت علينا يعني مؤخرا، يعني تقريبا لها 4 أو 5 سنوات كذا. لها 5 سنوات. هل في اليمن ام في محافظه حضرموت؟ لا، هي في محافظه حضرموت بشكل خاص، بشكل كبير يعني، بشكل كبير. حتى انا ذكرت يعني لما نستورد الاقمشه رحنا كسيدات اعمال ومشاغل، يعني يستغربوا رحنا ليش نختار هذه الأقمشة بالذات. أيوة يعني صحيح، يعني نحن نتساءل ليش هذه الأقمشة بالتحديد. أنا أقول لك شيء، بالنسبة هو شيء شفل يعني ما سمي على قولتهم بالغرغعان الرمضاني، هو زي الختومات في شهر رمضان يتميزون مع هذه الشغلات الخاتم، يظهرون أطفالهم حتى لو لغيتي أن الأمهات يتنافسون بقوة. صحيح، يتنافسون يعني كل واحدة تبغى تظهر بنتها، حتى الأولاد دخلوا في الموضوع هذا في الأزياء الرمضانية. صحيح، كيف شفتيها مع أسلوب الحياة في رمضان؟ لاحظنا الناس ربطوها بهذا الموضوع، ربطوها بأسلوب كأنهم اعتبروها أنها أسلوب حياة خصوصا في شهر رمضان. نعم، الكل مأيد الفكرة هذه، وخاصة السوق المحلي دخلت عليه ما شاء الله الأقمشة هذه زي ما قلت، شو الأزياء بقوة، لأن في زي ما تقولين أصبحت عادة، يعني هي تتمثل بالتراث، هي دخلت بالتراث الشعبي ودخلت في برمضان بشكل خاص يعني. هل برأيك سبب أنها موجودة في رمضان بشكل خاص أنه مثلا هي عبارة عن فكرة، ممكن نقول مثلا جاءت من دولة أخرى، جاءت مثلا من دول الخليج بحكم أنه العائدين من الخليج كثير موجودين عندنا هنا؟
نعم، هي العائدين كثير خاصة من دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية. هم هذول الدولتين العربية هي عادة يقولون يسمون الغرغيعان حدث يصير معاهم بس نهار 15 رمضان، يزينون أعيالهم بهذا الملبوسات والمأكولات نفس العادات والتقاليد حق الحضارم اللي يعملون الختم، إنما انضاف إلينا اللباس، شافوا ظاهرة جديدة في اليمن يعني بسبب الارتباطات والعلاقات يعني المغتربين يعني. صحيح أنهم قدموا إلى حضرموت هنا. إلى حضرموت، وكذلك ما شاء الله عبر يعني الإنترنت والتصفح الإنستغرام والشغلات. أصبح هناك ترويج لهذه الأزياء وهذه الملابس. نعم. ونلاحظ أيضا أنها تكون بتصاميم معينة. بالضبط، حتى الأمهات لما يراسلانك يعني لازم يجيبون لك صور يعني في أطفال قد هي مثلا تجيب لك يعني الأحداثيات نزل بالإنستغرام أول بأول، فهم يعني ما شاء الله يتابعون الموضة. هذه طبعا التصاميم مش تصاميم مثلا مصممات حضرميات أو ممكن نقول يمنيات، في ابتكار. نحن نضيف كخياطات، نحن نضيف لكن الأساس هي أساسا يعني خليجي، يعني حسينا ان ما شاء الله في ترابط زايد يعني مع الدول الخليجية هذا السنتين، يعني ينزلون نفس التصاميم، انما اللي هي الخياطة بعدين هي وشطارتها تضيف شغلات، تضيف اشياء فوق الموديل ليطلع بشيء افضل. يعني هم الزبائن يقولوا لكم انكم تضيفون انتم من، يقولوا لو يعني في زبائن يقولوا لك نبغى نفس الموديل، اما في زبائن يقولوا لك انت لو بتضيفين الاضافات هي شيء يميزك. نعم. إنها هي تميز البنت، وهذا يبدؤون من 3 أشهر إلى 4 أشهر من شهر رمضان. يعني خاصة إذا في كمان نعنا مشاغلنا مشاغل الله الحمد والشكر مضبوطة، فنحن على حيوزات متواصلة. جميل. وكفاح متواصل في هذا الشهر يعني. إيش بقول لك، يعني زي الله لا يقدر زي الوفيات، إذا ما تحصلين حقها يوم الختم بإمكانك تصير معك مشكلة كبيرة مع الزبونة. ولكن أنت أسلفتي بالذكر يا أمل إنها هذه مثل قماش القرقعان والتصاميمه وأشكاله هي أساسا عبارة عن ممكن نقول زي التقليد، زي الختومات الموجودة عندنا، زي الختومات إذا هي عبارة عن عادة لدول أخرى وثقافة، ممكن نقول ثقافة دول أخرى، ثقافة دول أخرى. وحتى في الغرغيعان في منهم يعني اختلفوا، نحن ما بندخل في الدين والعلماء، يقولون إن عليه الصلاة والسلام إنه لما جاءوا أحد أحفاده فقال قرة عيني، وعملوا له كان في هذه الفترة عملوا له زي المولد وعملوا له شغلات، ثم انتقل زي الختومات عندكم في صلالة ودولة عمان يقولوا له ما اسمه القريش، أو يعني في له أسماء. الأسماء ما هي كثيرة، إنما يظل هي العادات والتقاليد نفسها هي يعني نقلت لنا رحنا اللبس فقط وليس العادات والتقاليد حق الخليج. العادات والتقاليد هي الختومات نفسها، ولكن ضيف إلينا اللبس أو الزي يعني. هذا هي فقط. جميل جدا. طبعا لو قلنا مثلا يا أمل، المجتمع اليوم المحلي إيش مدى قابليته لهذه الأنواع الملابس مثل القرقعان؟ أيضا في حاجة أيضا أخرى أمل، إنها المخاور ظهرت أيضا على السوق، لاحظناها في السنتين الأخيرة. ربما القرقعان كان قبلها ظهر في السوق، اللي هو انتشر في السوق هنا في حضرموت بشكل كبير. أيضا لاحظنا أن هناك المخاور أيضا موجودة. نعم، حتى كان في 2023 ظهر علينا القماش الحجازي اللي هو يتماشي مع القماش الصنعاني. هذا السنة 2024 ظهرت إلينا أكثر شيء المخاوير هذه اللي هي عادة يقولوا لها الخليجي. كذلك نعم في قابلية، يعني تخيلي أنا والله لما يجوني زباين يجوني رجال يجيبون بناتهم. أيوة. يجيبوا بناتهم للمعمل أو يجيبونهم للمحل، يعني أرجع أستحي منهم، ورغم أن الضغوطات عندنا في العمل إلا أنه لما يجي الأب مع بنته أنا أقول جزاه الله خير أنه جاب بنته، نفكر من يعني من شيء ثاني ونرجع نأخذ الطلبية حقتهم. على الرغم يعني من انضغاطكم. أيوة، يعني كأني أحس الرجال مؤيدين الفكرة كمان، بعد يجيب لك صورة ويجيب لك شغلات اعملي نفسك كذا سوي كذا، ويجي يستلم ويجي يغايس يعني، فالجميع ما شاء الله فرحانين بهذا الشيء. وتكون هناك في الختومات يعني بحضرموت بشكل خاص، يعني هي الختومة أساسا بحضرموت تكون ما شاء الله في كل حارة، في كل حارة لها موعد في الختم. عشان كذا نرى أنه الابن أو هذه، ومثلا لو نقول الابنة
لأنه هم بنات يلبسون هذا إيه؟ القرقعان وبرضو ولاد والأولاد أيضا إيه؟ نراهم ما شاء الله في الخطومات جالسين مرصوصين كلهم مع بعض لابسين هذه الملابس بهذه الأقمشة اللي هي متعارف عليها الآن في شهر رمضان اللي هم زي ما أسفت بذكر مثل القرقعان. نعم. وبتصاميم مختلفة. تصاميم مختلفة وبعدين تلاقين حتى الآباء يشيلوا أولادهم تصويرات وما شاء الله ويعملونها يعني في الحالات وتلاقين كاميرات ما شاء الله تدور حول الختم هذا يعني فأنا أحس إن إنهم مؤيدين كامل لهذا الظاهر مؤيدين بشكل يعني كامل نعم. لهذه الفكرة. نعم. ما سمعتم من قبل انتقاد بخصوص هذه مثلا أنتم كخياطات جالكم انتقاد من أحد من الناس؟ لا ما فيش انتقادات. أنا بزيدك يعني من الشعر بيت إن الموديلات هي موديلات ساترة وموديلات صحيح. يعني تلفت إلى العادات والتقاليد وإلى البدو يعني موديلات بدوية بمعنى الكلمة ما فيها إشكاليات تخلي الطفل يعني مخللة بالأخلاق صحيح. أو شيء إنه كان جزء من جسمه زي يعني كذا. أشياء تحفة إن كانت في الأولاد أو في البنات حاجة حلوة وما فيش انتقادات نجد حتى فرحة كبيرة في وجوه الأطفال نعم والله وحتى الأهل أيضا البنات الصغار لما يأنك يعني ما شاء الله تبارك الله يعني أنت هذيك اللحظة ما تفكرين إن بالماديات ولا شيء تشوفين الضحكة وياهم ويجون يغايسون صحيح. بالمعمل ويخرجون ما شاء الله وهم فرحانين وكل البنات برضو يتنافسون نفس الشيء لو قلنا مثلا إيش هي موضة هذا الموسم يا أمل من التشكيلات النسائية والرجالية أيضا والله الموضة الأولاد هاي السنة دخلوا علينا في الفلسطيني وكمان الحجازي أما بالنسبة للبنات يعني لاحظت هذه السنة إنهم كلهم يعني على المخورات اللي أنتي ذكرتيها بشكل كبير السيدات والبنات حتى إنهم أحيانا تجي الأم معها قطعة هي والبنت مع بعض يشتروا قطع يعني مع بعض ويفصلوها عندنا شفناها أكثر كأنه بدأت موضوع القرقيعان مش بذيك السنوات اللي هي 22 و 23 لاحظت أنه غلت أنه بدأ الآن يقل الإقبال عليه والآن أصبح على المخاور نفس الشيء وهذه المخاوير هي مخاوير إماراتية برضو سعودية يعني نفس الشيء على الرغم من أنه أسعارها أكثر أغلى من أسعارها مرتفعة جدا يعني توصل لك أسعارها إلى 200 إلى 250 ريال سعودي يعني وأغلها اللي معد فيها 50 ريال يكون لو تحدثنا عن الأماكن اللي ممكن للشخص أنه يلبسها مثلا المطارح اللي ممكن يلبسها فيها لو تحدثنا عن المخاور تنفع لإيش مثلاً ممكن يلبسه؟ أنا سمعت من قبل إنه في تفطير زي ما نقول نحن. إيه بالضبط يعني تتجمع زي ما قلت لك في هالختومة تتجمع العوائل كاملة وتتظاهر كل واحدة بالشكل اللي تريده واللي تحبه ورحنا كذلك يعني مستفيدين أكثر كخياطات يعني من ضبط لك هذا من سوى لك هذا وتجيه ما شاء الله تبارك الله يعني الله يكون لكم ترويج في نفس الوقت لا تعالي عندي أنا بضبط لك إياه تمام بالضبط وحتى أنا ما شاء الله فاتحة خط مع محلات المخاوير نفسها يعني متعاملة معهم أنا أرسل للزبائن لهم يعني للأمانة يعني كتشكيلات إن نختار المحلات اللي تشكيلاتهم كويسة وأسعارهم لا بأس وكذلك هم يعني أفصل لهم قطعة أو قطعتين يشوفون أعمالنا كيف ثم يرسلون لنا الشغلات من عندهم والزبائن ما شاء الله يعني. هل مثلا أنه بإمكان الشخص أو المرأة أنها تلبسه في أعراس أيضا بالضبط في تلبسه في موضوع يعني الغداء أو يعني يدخلك في شغلات في مخاوير يعني ممكن تدخلك زفافات وأعراس يعني بحسب حسب جودته نفسه جودته والأذواق لبارة الأسواق بالنهاية هي على حسب الماركة على حسب الخامة على حسب إيش هي ألوان هذا الموسم لو تحدثنا عن الألوان هل هناك ألوان معينة؟ الألوان هي المحبوبة لديهم هي الأصفر الأخضر الألوان الرمادي تلاقينهم يعني بشكل كبير يكون إقبال عليها أيوة. ليش برأيك؟ برأي إنها تشكل يعني على قولتهم لفت انتباه بهاي الألوان الصارخة يعني جميل جدا كلمة أخيرة تقولينها ولا أقول لكم يعني أول شيء شكرا على استضافتكم لنا وشكر موصول يعني للغالي منال المنهالي أول شيء اللي تواصلت وياي أنا من خلالكم يعني حظهر أكثر يعني في محلي والمعمل تبعي
وهذا كل شيء يعني. واتمنى لهم ان شاء الله يعني مزيد من التقدم ومزيد من الابتكارات ومزيد من الخياطات عشان احنا نقدر يعني نتماشى معاهم ان شاء الله باذن طبعاً الله. طبعا نحن سعيدين جدا بتواجدك معنا امل الكلدي، ارجو لك كل التوفيق باذن الله تعالى. حيا ان شاء الله، الله يعطيك العافيه. انت امراه مجتهده وارجو لك التوفيق. الله يسلمك يا رب ان شاء الله حبيبه قلبي. إذا مشاهدينا الرائعين وصلنا وإياكم إلى ختام فقرتنا الأولى من برنامج ليالي رمضانية. طبعا نلقاكم بعد الفاصلة، يلقاكم الزميل علاء مثقال في فقرة المسابقة، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الأكارم، مشاهدي تلفزيون حضرموت وأيضا مشاهدي ليالي رمضانية في يوم جديد وحلقة جديدة، وبإذن الله نقول فعاليات جديدة. بدأنا الآن المسابقة وهي الجزء الثاني من برنامج ليالي رمضانية والتي تستمر لمدة ساعة كاملة، نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم أسفل الشاشة. ما عليكم إلا الاتصال وسوف تكونوا في ليالي رمضانية. إذن نستقبل الاتصالات ونبدأ هذه الجولة ونقول ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، من معانا؟ نور. يا أهلا وسهلا بنور، من فين تكلمينا يا نور؟ من شبام. من؟ من شبام. من شبام؟ أيوة. ما شاء الله، رمضان كريم يا نور. علينا وعليكم. كل عام وأهل الوادي جميعا وأهل الساحل أيضا بصحة وسلامة. يا نور. ايوه عارفه اليه المسابقه ولا نشرحها؟ لا ما عندي. طبعا معنا 30 رقم، بداخل كل رقم سؤال وبعض الارقام داخلها صناديق، هذه الصناديق تحتوي على جوائز قيمه وبعض الصناديق تحتوي على حظ اوفر، فانت اختاري واحد من الارقام وان شاء الله يكون نصيبك شيء كبير. من كم؟ من 1 الى 30. يلا يا نور. 3. رقم 3؟ أيوة. يقول الرقم 3 هو سؤال، كم عدد الأرخبيلات في اليمن؟ طبعا الأرخبيل هو مجموعة من الجزر، كم عدد الأرخبيلات في اليمن؟ هل هي 3 أم 4 أم 5؟ يلا يا نور ساعدني. اليمن تحتوي على مجموعة كبيرة من الجزر وبعضها على شكل أرخبيلات، هل هي 3 أم 4 أم 5؟ 4. متأكدة؟ إن شاء الله. نثبت على 4؟ إن شاء الله. ومبروك إجابتك صحيحة ودخلتي معانا السحب، انتظرينا لنهاية الحلقة والسحب بيكون في هذه الحلقة على جائزة كبرى، هي بطارية مع جهاز ساعة 200 من مؤسسة أبو محسن. إذا مستمرين معكم مشاهدينا الأكارم ومستمرين في هذه المسابقة اليومية التي تأتيكم عبر شاشة تلفزيون حضرموت، ونستقبل اتصالاتكم والأرقام تظهر أمامكم أسفل الشاشة. نقول ألو السلام عليكم. سعاد. أيوه. كيف الحال يا سعاد؟ الحمد لله تمام. من فين تكلمينا يا سعاد؟ من المكلة. رمضان كريم، كل عام وأنت طيبة. علينا وعليك. آمين يا رب العالمين. طيب تفضل يا سعاد واختاري واحد من الأرقام. 9. رقم 9. نشوف إيش يحمل لك الرقم 9. رقم 9 يقول جزيرة تعرف باسم سندريلا البحر الأحمر. جزيرة تعرف باسم سندريلا البحر الأحمر، هل هي كمران أم ميون أم حنيش؟ الخيارات، هل هي كمران أم ميون أم حنيش؟ كمران. كمران. إذا إجابتك صحيحة ومبروك عليك، دخلتي معانا السحب وانتظرينا إلى آخر الحلقة وإن شاء الله تكون الجائزة الكبرى وهي بطارية من نصيبك، وبإذن الله بيكون معنا جوائز أخرى أيضا في السحب. نستقبل اتصالات ومعنا سهالة على الهاتف، نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا سهالة. شهر مبارك. شهر برك علينا وعليكم إن شاء الله. كل عام وأنت طيبة يا سهالة. آمين يا رب العالمين. سهالة تفضلي واختاري واحد من الأرقام. رقم 4. رقم 4، يقول الرقم 4 من هو أول رائد فضاء هبط على سطح القمر؟ أيوة. من هو أول رائد فضاء هبط على سطح القمر؟ أيوة. هل هو إلدرين أم إرمسترونج أم كويلينز؟ نيل إرمسترونج. كيف؟ نيل إرمسترونج. جميل جدا ما شاء الله، حافظ الاسم كامل، فهذا شيء جميل جدا أنه يكون المتصل صح لغلط.
نقول لك إجابتك صحيحة. شكرا. إجابتك صحيحة، ألف ألف مبروك، دخلتي معنا السحب وانتظرينا إلى آخر الحلقة. إذا مشاهدينا الأكارم معنا رهف، ونقول ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا، أهلا يا رهف. ألو، كيف الحال؟ رمضان كريم، كل عام وانت طيبة. علينا وعليكم. ما شاء الله تبارك الله، اليوم قلنا احنا في رابع يوم في رمضان. ايوه، مرت الايام بسرعة صح؟ اه. وتشوفون برنامج ليالي رمضانية؟ ايوه، من اول يوم. ما شاء الله، مستمتعين بهذا البرنامج؟ ايوه ما شاء الله، حلو. جميل جدا. اذا يا رهف تفضلي واختاري واحد من الارقام امامك. 13. رقم 13، نشوف ايش يحمل هذا الرقم. رقم 13 هو صندوق يا رهف. رهف، أيوة. رقمك طلع صندوق، وأمامك 6 صناديق. هذه الصناديق تحتوي على جوائز قيمة، والبعض منها يحتوي على حظ أوفر. قولي بسم الله واختاري واحد. رقم 2. رقم 2، نشوف الرقم 2 يا رهف، وإن شاء الله تكون جائزة قيمة لرهف. إذن يا رهف، رهف نقول لك حظ أوفر يا رهف. إذا جائزتك هي قسيمة شرائية بقيمة 65,000 ريال يمني، مقدمة من مؤسسة إسناد للتنمية والأعمال الإنسانية. ألف ألف مبروك يا رهف. الحمد لله. إيش رأيك بالجائزة يا رهف؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال برهف أو إيش، مش عارفين، لكن ألف ألف مبروك يا رهف. ومتواصلين مشاهدينا الأكارم في هذه المسابقة، ولا زلنا نستقبل الاتصالات التي تأتينا عبر أرقامنا الموجودة على الشاشة. ومعنا ذكرى، نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا بذكرى. الله يحييك. من فين تكلمينا؟ من المكلة. يا أهلا وسهلا، ما شاء الله تبارك الله، من أول يوم في رمضان. أيوة. والخطوط ماسكة مع أهل المكلة. ما شاء الله. يعني أصحاب الشرج والديس وباقي المناطق بيزعلون. لكن نقول أهلا وسهلا بالجميع من أين ما كانوا إن شاء الله. تفضلي واختاري واحد من الأرقام يا ذكرى. رقم 15. رقم 15، نشوف الرقم 15 يقول إيش. يقول الرقم 15: سد مأرب الشهير، أحد المعالم التاريخية لدولة سبأ، على أي وادي تم إقامة سد مأرب؟ هل على وادي السردد أم وادي مأرب أم وادي أدنة؟ كيف؟ سد مأرب. أيوة. على أي وادي تم تشييده أو إقامته؟ على وادي السردد أم وادي مأرب أم وادي أدنة؟ رقم 3. رقم 3 اللي هو ايش؟ أدنى. ولا ضروري تجيبينه. ايوه. ايش هو؟ أدنى. سردد او مأرب او أدنى؟ أدنى. متأكدة؟ ايوه. إذا إجابتك صحيحة ومبروك عليك، دخلتي معانا السحب، وانتظرينا إلى آخر الحلقة. وكل الشكر لتواصلكم مشاهدينا الأكارم معنا، ونشكر أيضا الجهود المبذولة من قبل رعاة هذا البرنامج وطاقم البرنامج أيضا من الكنترول إلى الاستوديو. فمستمرين معكم في استقبال الاتصالات، وأيضا مرة أخرى معنا اتصال من سهال، نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حي وسهلا بسهالة. سهال مبارك، شهر بروك، وكل عام وانت طيبة يا سهالة. وانت طيبة. أمين يا رب العالمين. سهالة، أيوة. تفضلي واختاري واحد من الأسئلة والأرقام. 26. رقم 26. أيوة. إذا نشوف 26 إيش يقول. عالم من أصول حضرمية، عالم من أصول حضرمية، هل هو يعقوب الكندي أم يعقوب الحضرمي أم يعقوب القضاعي؟ يعقوب الحضرمي إن شاء الله. متأكدة؟ إن شاء الله. ليش قلتي الحضرمي يوم قلت من أصول حضرمية؟ أنا إذا إجابتك صحيحة ومبروك عليك، دخلتي معنا السحب، وانتظرينا إلى آخر الحلقة، وإن شاء الله تكون أحد الجوائز اللي بيتم عليها السحب من نصيبك. والجائزة الكبرى هي بطارية مع جهاز سعة 200 من مؤسسة أبو محسن التجارية. لازلنا نستقبل اتصالاتكم، ومعنا مروة عبر الهاتف. أروى، أروى عبر الهاتف. ألو. أهلا وسهلا يا أروى. شهر مبارك علينا وعليكم. من فين تكلمينا يا أروى؟ من ديس المكلة. ما شاء الله تبارك الله. إذا رمضان كريم عليكم يا أروى. إن شاء الله. أروى تفضلي واختاري واحد من الأرقام. بقي كم؟ ما شاء الله، خير ربنا كثير. 18 إن شاء الله. إن شاء الله نشوف 18 إيش يقول. إن شاء الله صندوق. يقول أين يقع حصن العوالق؟ أين يقع حصن العوالق؟
هل يقع في الشحر أم شبوة أم غير البوازير؟ حسنة؟ طبعا بيروح بالك لحسن العوالق. شبوة. ها؟ حسن إيش؟ حسن العوالق. أيوة. هي قبيلة مشهورة. شبوة. أين يقع؟ في الشحر أم شبوة أم غير البوازير؟ كعد الاختيارات. الخيارات الشحر أم شبوة أم غير البوازير؟ غير البوازير. غير البوازير؟ إن شاء الله. متأكدة؟ اسمنا أول مرة يمسك. إجابتك صحيحة، مبروك عليك، دخلتي معنا السحب، وإن شاء الله تكون هذه المعلومة ثبتت عندك وعند المشاركين والمتصلين وأيضا عند الطاقم الموجودين، لأنه هذه زي ما قلنا المسابقة عبارة عن اختبار للمعلومات وأيضا إضافة معلومات. لازلنا متواصلين معكم في استقبال الاتصالات، وهذا اتصال جديد ومعنا ذكرى خميس، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا بذكرى. رمضان كريم، كل عام وانت طيبة. كل عام وانت طيبة. آمين يا رب العالمين. ذكرى انت على الهواء الآن. أيوة تمام. تفضلي واختاري واحد من الأرقام. إن شاء الله 24. رقم؟ 24. أربعة؟ وعشرين. 24. إن شاء الله. إذا نشوف رقم 24 إيش يقول. يا ذكرى يقول الرقم 24، أين ولد الفنان الدكتور عبد الرب إدريس؟ أين ولد الفنان الدكتور عبد الرب إدريس؟ هل ولد في الغيلة أم المكلا أم الشحر؟ من عبد الرب وبدريس. كيف؟ كيف كيف عيد السؤال من سمع؟ حتى أنا صوتش نحسه ضعيف شوي. عندي ما تسمعين وأنا برضه ما نسمع. فأتمنى من الأخوة أنه يحلون هذه الإشكالية. أين ولد الفنان الدكتور عبد الرب إدريس؟ هل ولد في الغيل أم المكلا أم الشحر؟ المكلا إن شاء الله. المكلا. إجابتك إن شاء الله صحيحة، ومبروك عليك يا ذكرى، دخلتي معانا السحب، وأكيد هذه المعلومة عند أهل المكلا كلهم أنه الفنان المشهور عبد الرب إدريس ولد في مدينة المكلا. إذن ألف ألف مبروك، دخلتي معانا السحب، ومعنا اتصال جديد من أميرة، نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال أميرة؟ ايوه. رمضان كريم ان شاء الله، ربي وكل عام وانت طيبه ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. 26 27. اذا نشوف 27 اميره من اول، يعني شكلك هذا الرقم رقم الحظ بالنسبه لك. 27. ايوه. اذا الرقم 27 يقول، من هي اول امراه حكمت اليمن في الاسلام؟ ارواء. كيف زملاء في الكنترول، إجابتها صحيحة ولا لا؟ الملكة بلقيس أم الملكة أروى بنت أحمد الصليحي أم طريفة بنت الخير الحميري؟ من؟ الملكة بلقيس أم أروى بنت أحمد الصليحي أم طريفة بنت الخير الحميري؟ ضريفة. لا، انت قلتي اول مره ايش؟ اروى اصلا الصليحي. اذا اروى بنت احمد الصليحي هي اول ملكه لحكمه اليمن. الف الف مبروك، اجابتك صحيحه ودخلتي معانا السحب. كل الشكر لكل المتصلين الاكارم، ونسعد بمشاركاتكم ونسعد بسماع اصواتكم، وباذن الله نتمنى انه نستقبل اكبر قدر من الاتصالات. فمن اول ما بدانا الحلقه ونحن لا طلعنا اعلان ولا رحنا مكان ولا شيء، جالسين معاكم نستقبل اتصالاتكم. معنا نبيها عبر الهاتف، نقول ألو السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا نبيها. أيوة أيوة. كيف الحال؟ الحمد لله. وش الأخبار؟ تمام الحمد لله. رمضان كريم، كل عام وانت طيبة. آمين يا رب العالمين. يا نبيها. أيوة. تفضلي واختاري واحد من الأسئلة. 19. نشوف الرقم 19 يقول، ما هو اسم أكبر جزيرة في العالم؟ ما هو اسم أكبر جزيرة في العالم؟ طبعا مش عندنا ولا هي جزيرة سقطرة، هذه سقطرة حق اليمن. غينيا الجديدة أم غرينلاند أم بورنيو؟ صوت يعني كذا يم عندي. ما هو اسم أكبر جزيرة في العالم؟ هل هي غينيا الجديدة أم غرينلاند أم بورنيو؟ كاميرون. كيف؟ الاختيارات صعبة شوية. الخيارات مرة أخرى، غينيا الجديدة أو غرينلاند أو بورنيو. ساعدني. ساعدش؟ آه. يعني خلاص بنلغي بورنيو. إذا أمام الخيارين، غينيا الجديدة أم غرينلاند؟ غرينلاند إن شاء الله. متأكدة؟ إن شاء الله. إن شاء الله تكون معلومة ثبتت. أيوة الحمد لله. وإجابتك صحيحة. والف الف مبروك، دخلتي معنا السحب، وانتظرينا الى اخر الحلقه. ننتقل الى منى.
نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم يا منى. منى. ألو. أيوة كيف الحال؟ الحمد لله طيبة. رمضان كريم وكل عام وأنت طيبة. أنتوا طيبين. سعداء جدا يا منى بسماع صوتك ومشاركتك ومشاركة كل اللي كانوا معنا المتصلين. شكرا. الله يسعدك. طبعا يا منى المسابقة هي عبارة عن 30 سؤال، معنا جائزة كبرى سوف يتم عليها السحب، وهي بطارية مع جهاز سعة 200 من مؤسسة أبو محسن التجارية. تفضلي واختاري واحد من الأرقام. كم الأرقام؟ خير ربنا كثير، أنت اختاري ونحن بنثبت. 15. نروح لما 15 ونشوف السؤال 15 إيش يقول. تقريبا تم اختيار السؤال 15. طيب 14. إذن 14، مع أن حابب أنك تنزلين 15-16 بس طلعت 14. منى كيف؟ معاي خلاص قلت يمكن بتنروحين 16 لأنك قلتي 15 فبتقولين 16 بس 14 قلتي صح؟ ماشي عادي أي رقم. كيف؟ إحنا 14 ولا 15 عادي أي رقم. 14. أيوه تمام. خلاص 14. يقول الرقم 14، متى تم اختيار صنعاء عاصمة للثقافة العربية؟ متى تم اختيار صنعاء عاصمة للثقافة العربية؟ هل في العام 2002 أم 2003 أم 2004؟ يلا يا منى. ممكن كم خيارات؟ الخيارات، هل تم اختيار صنعاء كعاصمة للثقافة العربية عام 2002 أم 2003 أم 2004؟ ممكن 2002 أم 3 أم 4؟ إن شاء الله نقول 4. إن شاء الله نقول 4. ساعدني. إذا نثبت على 4 وإجابتك صحيحة ودخلتي معنا السحب، وانتظرينا إلى آخر الحلقة ومعنا اتصال جديد من عصام. نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا بعصام. حياك على كيف حالك. شهر مبارك ورمضان كريم كل عام وأنت طيب. عليك إن شاء الله بخير وبركة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. يا عصام من فين تكلمنا؟ من الشرق، من كلها الشرق. يا أهلا وسهلا بأهل الشرج، رمضان كريم. عصام. أي تفضل. تفضل واختار واحد من الأرقام. 25 إن شاء الله. 25، نشوف الرقم 25 إيش يقول؟ الرقم 25 يقول الرقم 25، ما هي الدولة التي تقع فيها مدينة بعلبك؟ ما هي الدولة التي تقع فيها مدينة بعلبك؟ لبنان. هل هي الأردن أم سوريا أم لبنان؟ لبنان. لبنان. متأكد؟ إن شاء الله. شكلك من متابعين مهرجان بعلبك صح؟ أكيد أكيد. إذا إجابتك صحيحة وبعلبك تقع في لبنان. ألف ألف مبروك، دخلت معنا السحب وكل الشكر لكم، لكن انتظرنا إلى آخر الحلقة. والآن مشاهدينا الأكارم أكيد مكملين معكم وأكيد بنرجع لكم، لكن لأهلنا وأحبابنا في الوادي نصيب، وهناك مسابقة ميدانية وسوف نعود إلى الأستوديو، كونوا معنا. شكرا جزيلا لزملائي في الأستوديو. من جديد نلتقي وإياكم أيها الأعزاء المشاهدين عبر تلفزيون حضرموت في هذه الفقرة الميدانية والسؤال الميداني من وادي حضرموت، وادي الخير والعطاء. في هذه اللحظات وأنا أحدثكم من هذا التراث الشعبي الأصيل لوادي حضرموت، السوق المعروف في الوادي كما يسمى سوق الخضار، سوق الخضرة، الذي أيضا يحتوي على العديد من المفارش التي أيضا تقوم ببيع كافة منتجات الوادي من الخضروات المتنوعة. نحن اليوم نحييكم من هنا لنضع سؤالنا في هذا الجو الروحاني وفي هذا اليوم من أيام الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. أمامي أولاد صغار وهم مبتهجين بالشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، وهنا أيضا أطفال بجانبي الآخر، وسنسمع الأطفال وهم يرددون فرحتهم بهذا الضيف القادم علينا وهو شهر رمضان المبارك. اسمك يا شاطر؟ أنس نزيه وابا حشوا. يلا يا أنس، إيش بتقول عن رمضان؟ إيش معك عن رمضان؟ رمضان. رفع صوتك يا أنس. يلا. رمضان 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 إله. يا سلام، رمضان رمضان، يردد الطفل أنس على أن وهو فرح أيضا بقدوم الشهر الفضيل. أيضا هذا الطفل اسمك؟ عبد الله حمال ربيع مهدم. يا سلام عبد الله، معك إيش عن رمضان؟
رمضان هله هلال فاستبشر بكرومي وبصومي وصلاتي وبذكري وخشوعي فاضت علينا رقعت من خير من يربوع. يا سلام، الله يحفظك يا رب. عبر بكلمات حول قدوم الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. طبعا الأطفال وكذلك الكبار فهم فرحين أيضا بهذا الشهر الفضيل، ونحن هنا نضع سؤالنا الميداني وعليه جائزة نقدية 50,000 ريال مقدمة من تلفزيون حضرموت. لدي عدد من المواطنين بجانبي. اسمك؟ رامي. رامي من؟ رامي عبدو محمد حساني. يا سلام، رامي عبدو، رامي عبدو محمد. أقول لك كل عام وانت طيب. هلا عليك. شهر مبارك، كيف الصوم معك؟ الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. أيوة، لدينا سؤال وعليه جائزة. اسمك من؟ رامي. رامي. رامي من؟ عبدو. عبدو. رامي عبدو، لدينا سؤال وعليه جائزة. مستعد؟ مستعد. حياك الله. سؤالنا يقول: ما اسم أول جامعة أسست في العالم؟ اسمك من؟ رامي. رامي. يا رامي فكر شوية شوية، يعني ممكن تصل إلى الحل. أول جامعة أسست في العالم؟ رامي ما عرفته. إذن كل عام أنت طيب. طبعا لازلت أنا أضع سؤالي وأضع هذه اللحظات في هذا المكان، أتعرف على هذا المتسابق. عادل أحمد عبد الرحمن بسلام. ربي يحفظك يا عادل، كيفك مع رمضان؟ والله الحمد لله تمام. تمام الحمد لله، يعني لا ظما ولا جوع. الحمد لله، اللهم لك الحمد. طبعا زرت الأقارب والخلان، شهرت لهم بالشهر الفضيل. الحمد لله نعم. يا سلام. طبعا في هذه اللحظات لدينا سؤال وعلى جائزة. اسمك من؟ عادل أحمد. عادل، السؤال معروف: ما هي متى تأسست أول جامعة في العالم؟ أين تأسست أول جامعة في العالم؟ في حضرموت. يا حضرموت، أين تأسست أول جامعة في العالم؟ قلت اسمك من؟ عادل أحمد باسلامة. عادل أحمد باسلامة. قلت فين؟ في حضرموت. في حضرموت، ونحن على تلفزيون حضرموت. تمام، أنت قلت فين؟ في حضرموت. في حضرموت. اسمك من؟ عادل أحمد. عادل. يا عادل إجابة خاطئة، وكل عام أنت طيب. لا زلت أيها الأعزاء في هذا السؤال الميداني. أيوة، معنا أحد المتسابقين. هذه اللحظات، في هذه اللحظات لدينا أحد المتسابقين، أتعرف عليه. سمير مطبق. حياك الله يا سمير، كيف حالك يا سمير؟ الحمد لله. أخبارك؟ يا الله. سمير أحد أبناء وادي حضرموت، وهو معروف شخصية كوميدية، لديه أيضا المشاركات في عدد من الفقرات الكوميدية عبر فرقة السرور الكوميدية والإنشادية. طبعا في هذه اللحظات سمير، أقول لك كيفك مع رمضان وكيف الأجواء معك في رمضان؟ الحمد لله، رمضان ما شاء الله خير. رمضان رمضان تضاع فيه الأعمال، تضاع فيه الدرجات والصلوات. يا سلام، الحمد لله. إذن كيف تقضي أوقاتك في شهر رمضان يا سمير؟ الصباح طبعا أنا مداوم، والعصرية في مسجد، والمغرب فطار كالعادة، بعد العشاء تراويح. الحمد لله دائما مع العبادة في الشهر الفضيل. الحمد لله، شهر واحد سنة. آمين يا رب، عسى القبول إن شاء الله. لدينا سؤال يا سمير وعليه جائزة. مستعد؟ مستعد إن شاء الله. حياك الله. سؤالنا يقول يا سمير: أين أسست أول جامعة في العالم؟ كأنك فكر، شوف، أو يعني نقول ممكن نقرب لسمير شوية. يا سمير، أول جامعة أين أسست؟ وممكن نقول لك في الدول العربية. الدول العربية، جامعة القروين. جامعة إيه؟ القروين. القروين. نعم. جامعة القروين. فين هذه؟ هذه تأسست في الدولة المغربية. في المغرب. بالضبط في فاس. يا سلام، في المغرب العربي فعلاً. إذن هذا الجواب ولا لا؟ أين تأسست أول جامعة في العالم؟ فين قلت؟ في القروين، في المغرب. المغرب. اسمه إيش من جامعة؟ القروين. القروين. سمير، جواب نهائي. جواب نهائي. نهائي يا سمير. إن شاء الله. معاه بتتصل بصديق ولا بت؟ لا، صديق بيمي. الله عليك يا سمير، إجابة صحيحة. حيو سمير. فعلاً. وأنا شايف العديد من المواطنين يتابعوك، فعلاً
العديد اصلا جاء على موقع التواصل الاجتماعي فايها الكثير. اذا فعلا الاجابه هي جامعه القروين في المغرب العربي، هي اول جامعه في العالم. اذا تستحق الجائزه 50,000 ريال مقدمه من تلفزيون حضرموت. حيو سمير. شكرا جزيلا يا سمير. حياك الله. شكرا. شكرا جزيلا. أيها الأعزاء مشاهدين الكرام عبر شاشة تلفزيون حضرموت، كان أخينا العزيز سمير مطبق هو الفائز في حلقة اليوم الميدانية. غدا إن شاء الله سنلتقي وإياكم في سؤال ميداني قادم وعدد من مديريات وادي حضرموت. حتى الملتقى أطيب تحية مني محدثكم صالح محمد، أجمل سلام من المخرج مهدي المنصوري وأحمد بعبود، وإلى اللقاء. مشاهدينا الأكارم مرة أخرى مع أجواء المسابقة بعد أن كنا في الوادي واستمتعنا جدا بهذه المسابقة الميدانية. كل الشكر للزملاء في مكتب وادي حضرموت، ونعود لاستقبال اتصالاتكم. ونذكر مرة أخرى أنه الأرقام تظهر أمامكم أسفل الشاشة. نقول ألو، السلام عليكم. سلوى، كيف الحال يا سلوى؟ بخير الحمد لله. رمضان كريم، كل عام وانت طيبة. رمضان كريم عليكم. فين تكلمينا يا سلوى؟ من المكلة حيشيد. ما شاء الله تبارك الله. إذن يا سلوى تفضلي واختاري واحد من الأرقام. إن شاء الله نقول رقم 16. رقم 16، نشوف الرقم 16 تم اختياره من قبل. 18 إن شاء الله. الأخوة في الكنترول يذكرونا بس، هل تم اختيار الرقم 16؟ كيف قلتي كم؟ 16. إذا متى تم اختيار الرقم 16؟ يا سلوى. أيوه. خلينا نقول رقم 16، صح؟ أه؟ خلينا نقول رقم 16 أول خيار لك. أيوه 16. إذا أول هذا الخيار هو صندوق، رقم 16 صندوق يا سلوى. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، لحد الآن الحمد لله. الحمد لله. لكن بلاش برضه لو طلع حظ أوفر تقولي الحمد لله. الحمد لله. تمام. ان شاء الله. اذا تفضلي واختاري واحد من الصناديق. رقم 2 تم اختياره. ان شاء الله بس ما نختار حظ اوفر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نقول 4 باذن الله. نشوف الرقم 4 ايش يحمل بداخله يا سلوى. نشوف، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سلوى. ايوه. انت خايفه من ايش؟ من حظ اوفر. طلع لك حظ اوفر. الحمد. اذا اللي يخاف من العفريت يطلع له. يطلع له. اذا نقول لك يعني دخلتي معنا السحب. الحمد. الف مبروك انك دخلتي معنا السحب، لكن للاسف صندوقك كان حظ اوفر، ولا زالت مشاهدينا الاكارم الصناديق مليئه بالجوائز القيمه. ما عليكم الا التواصل والاتصال وسوف نكون معكم. معنا مروة، نقول السلام عليكم. ايوه. اهلا يا مروة. أهلا. رمضان كريم وكل عام وانت طيبة. وانت طيبين. امين يا رب العالمين. من فين تكلمينا يا مروة؟ من المكلة. من المكلة، تفضلي يا مروة اختاري واحد من الارقام. 18. 18. تم اختياره يا مروة. 30. 30 ختامها مسك. يا مروة. أيوة. رقم 30 صندوق. الحمد لله. الحمد لله برضه. أيوة. لكن انت وحظك دلحين. لا لا شاء. اذا هذه الصناديق امامك، تم اختيار الرقم 2 والرقم 4، تبقى 1 و5 و3 و6. يعني 1 و5 و3 و6 كيف؟ تبقى 1 و5 و3 و6. تفضلي، هذا الاثنين تم اختيارهم. خمسة. خمسة؟ إن شاء الله. نشوف خمسة إيش مخبي لك. شفتي المتصلة اللي قبلك يا سلوى؟ ها؟ شفتي المتصلة اللي قبلك؟ أيوة. طبعاً كان معها صندوق بس حظ أوفر. آه. وأنت تتوقعين إيش؟ لا لا حظ زين. حظش زين. نحن قلنا لها اللي يخاف من العفريت يطلع له، وانت تخافين من العفريت ولا لا؟ لا لا ما نخاف. ما تخافين منه؟ يعني قلبش قوي؟ أكيد. إذا مبروك عليكي جائزة مقدمة من الفارس العالمي، وهي عبارة عن طقم سفرة مقدمة من الفارس العالمي. ألف ألف مبروك على هذه الجائزة.
ونقول ان شاء الله انك معانا في السحب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله دائما يكون حظك موفق ودائما تكون الجوائز قيمة. معنا احمد يقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا باحمد. كيف الحال يا احمد؟ والله الحمد لله. يا احمد من فين تكلمنا؟ من المكلة. من المكلة، تفضل يا احمد واختار. كم ارقام؟ ما شاء الله خير ربنا كثير. معك 29 و28 و27 تقريبا، وفي ارقام كثيره، تفضل انت واختار. كيف 27 ان شاء الله؟ رقم 27 من المكله. للاسف تم اختياره. معانا 28 وتقريبا رقم 4 لا 24 تم اختياره. معنا 23. ايوه. ايش من رقم قلت؟ 23 ان شاء الله. 29. ايوه 29. إذا رقم 29 هو عبارة عن صندوق أيضا. يعني الصناديق في هذه الحلقة ما شاء الله تبارك الله شغلها ماشي. أحمد. أيوة. شفت المسابقة أنت؟ يعني ما شاء الله 3 اتصالات وراء بعض كلهم صناديق. أحمد. أيوة كم معاي أنت؟ تم اختيار صندوق رقم 1 وصندوق رقم تقريبا 5 و2. باقي كم؟ باقي 4. لا تم اختيار 4 تقريبا. ايوه باقي 4. اللي معانا تفضل انت واختار رقم. 5. باقي 1 و3 و6. 3 ان شاء الله. 1 و3 و6 اللي ما تم اختيارهم، هذول تم اختيارهم. قول 3. ايوه. اذا نشوف 3 ونشوف ان شاء الله يكون حظك موفق. رقم 3 مخرجنا يقول انه رقم 3 ممتاز. وانت كيف بالنسبه لك رقم 3 يا احمد؟ والله اخذ الحظ. ها؟ اخذ الحظ. رقم حظك؟ رقم حظك رقم 3. لا اخذ. اذا حظك اوفر يا احمد. حظي اوفر. حظك اوفر. حظك اوفر ونقول لك معوض باذن الله في الحلقات القادمه، لكن ونقول لك دخلت معانا السحب وان شاء الله تكون الجائزة من نصيبك وهي بطارية مع جهاز سعة 200 من مؤسسة أبو محسن التجارية. إذا مشاهدينا الأكارم مستمرين معكم في هذه المسابقة اليومية والتي تأتيكم عبر شاشة تلفزيون حضرموت. نتقبل اتصالات. معنا فاطمة. ألو. أيوة أهلا السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا فاطمة. أهلين. كيف الحال؟ رمضان كريم، كل عام وانت طيبة. علينا وعليكم. يا فاطمة كانت قبلك ما شاء الله 3 صناديق طارت. كان في حظ أوفر وحظ أوفر وجائزة. تفضلي اختاري واحد من الأسئلة. 19. 19 تقريبا كأنه تم اختيار هذا الرقم، لكن نشوف. تم اختياره. 23. كم يا فاطمة؟ رقم كم؟ 23. ارفع صوتك. 23. أيوة. إذا نشوف رقم 23. يقول الرقم 23 أول وأشهر وافد حضرمي إلى الرسول، من هو؟ هل هو زياد بن لبيد أم وائل بن حجر أم معاذ بن جبل؟ أول وأشهر وافد حضرمي إلى الرسول، أول وأشهر وافد حضرمي إلى الرسول، هل هو زياد بن لبيد أم وائل بن حجر أم معاذ بن جبل؟ وائل بن حجر. متأكدة؟ أيوة. إذن إجابتك صحيحة ومبروك عليك، دخلتي معانا السحب ونقول لك ألف ألف مبروك إنه جاوبتي ما شاء الله بكل سلاسة وسهولة. إذن انتظرينا إلى آخر الحلقة وإن شاء الله تكون الجائزة الكبرى من نصيبك وهي بطارية مع جهاز سعة 200 من مؤسسة أبو محسن التجارية. مشاهدينا الأكارم، هذه الحلقة مليئة بالجوائز وبإذن الله الحلقات القادمة مليئة بالجوائز القيمة. بعض الأحيان قد يتضايق الشخص أنه ما حلف الحظ، لكن نقول بإذن الله بكرة أو بعده أو بعد بعده يكون الحظ من نصيبكم. ما عليكم إلا الاتصال والتواصل وبإذن الله يكون الحظ من نصيبكم. معنا صالح عمر، نقول ألو السلام عليكم. مرحبا. أهلا يا صالح. كيف حالك؟ طيب. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. رمضان كريم، كل عام وانت طيب. علينا وعليكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. من فين تكلمنا يا صالح؟ من المكلة من الشرق. يا اهلا وسهلا يا صالح، تفضل يا صالح واختار واحد من الارقام. كم باقي؟ 29. كيف؟ 29. 29 تقريبا تم اختياره. ارقام صغيره تحت. كيف؟ 4. 4. ايوه.
تقريبا برضو رقم 4 تم اختياره. كم باقي من الأرقام معنا؟ ما شاء الله باقي 1 و2 و... وتقريبا 5 و6. خلي على 5. كيف؟ 5. أيه. إذن السؤال الخامس يقول: ما هي عاصمة اليابان؟ هل هي كيوتو أم أوساكا أم طوكيو؟ عاصمة اليابان طوكيو. أيه. ومن غير تفكير، إذا مبروك إجابتك صحيحة، وانتظرنا إلى آخر الحلقة، وإن شاء الله تكون الجائزة الكبرى في هذه الحلقة من نصيبك، وهي عبارة عن بطارية مع جهاز سعة 200 من مؤسسة أبو محسن التجارية. متواصلين معكم مشاهدينا الأكارم، وننتقل إلى أروى، نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. يا أهلا وسهلا بأروى. أيوة أروى، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. يا أروى، معنا مجموعة من الأرقام ما شاء الله، 1 و2 وتقريبا 6، في أرقام كثيرة، هذه الأرقام معك. رقم 2. إذن تقول أو يقول السؤال رقم 2: ديانة مملكة سبأ ما هي؟ ديانة مملكة سبأ ما هي؟ هل هي اليهودية أم الصابئة أم المسيحية؟ ألو؟ قلنا السؤال: ديانة مملكة سبأ هل هي اليهودية أم الصائبة أم المسيحية أو الصابئة؟ الصابئة. الصابئة أم المسيحية؟ الصابئة. متأكدة؟ إن شاء الله، لأنه ذكرتها كذا مرة صح؟ إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة، وإجابتك صحيحة، مبروك عليك، دخلتي معنا السحب، وانتظرينا إلى ختام هذه الحلقة، وأنت آخر متصلة معنا. نطلع فاصل الآن، وبعد الفاصل نعود لكي نجري القرعة ونسحب الجوائز القيمة المتبقية معنا. مشاهدينا الأكارم، نطلع فاصل ونعود إليكم مجددا، خليكم معنا. بالله إذن حياكم الله مشاهدينا الأكارم، عدنا إليكم، وهذه آخر فقرة في هذا البرنامج، وأمامكم الأوراق وأسماءكم مشاهدينا المشاركين، وكل الأشخاص اللي ما مداهم أنهم يتواصلون معنا يروحون لمواقع التواصل الاجتماعي وبيلاقون سؤال الحلقة بإذن الله حق اليوم اللي بنقرأ لكم بعد شوية. فنذكر بس بسؤال حلقة أمس، ونذكر أيضا بالفائز في مواقع السوشيال ميديا. طبعا سؤال حلقة أمس كان يقول: في أي عام اختيرت مدينة تريم عاصمة للثقافة الإسلامية؟ في أي عام اختيرت مدينة تريم عاصمة للثقافة الإسلامية؟ الإجابة كانت في العام 2010 للميلاد، وكان الفائز معنا بمبلغ 50,000 ريال يمني مقدمة من تلفزيون حضرموت هو أم وليد. ألف 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 مبروك لحساب أم وليد بهذه الجائزة، هي عبارة عن 50,000 ريال يمني مقدمة من تلفزيون حضرموت. سؤال هذه الحلقة يقول، سؤال هذه الحلقة يقول، واللي بإذن الله بيتم اختيار المتسابق منه بنقرأ عليكم دلحين، يقول: في أي عام، في أي يوم وعام ميلادي أسست إذاعة المكلة وانطلق بثها الإذاعي الرسمي؟ في أي يوم وعام ميلادي أسست إذاعة المكلة وانطلق بثها الإذاعي الرسمي؟ وكل التوفيق للجميع مشاهدينا الأكارم. والآن هذه الأوراق أمامنا، سوف نخلطها معكم، وأيضا لا ننسى أن نذكركم أنه تم اختيار تقريبا 4 صناديق أو مجموعة من الصناديق، تبقى صندوقين لم يتم اختيارهم. هذه الصناديق بداخلها جوائز قيمة، وهو الصندوق رقم 1 والصندوق تقريبا رقم 6. 1 و6 هذه اللي ما تم اختيارها، بيكون في سحب على هذه الصناديق، لكن في البداية بيكون السحب على الجائزة الكبرى، وهي بطارية مع جهاز سعة 200 من مؤسسة أبو محسن التجارية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونخلط الأوراق جيدا، ونشوف من سعيد الحظ أو سعيدة الحظ، لأنه اليوم كانوا معنا مجموعة كبيرة من المتصلين، نشوف من هو سعيد أو سعيدة الحظ واللي فاز معنا ببطارية مع جهاز سعة 200 من مؤسسة أبو محسن التجارية. طبعا في الحلقة الأولى والثانية كانوا إناث اللي يفوزون، لكن هذا
الحادي الحلقة هو الفائز هو أحمد محسن الناخبي من المكلا. ألف ألف مبروك يا أحمد محسن الناخبي من المكلا، وجائزتك هي عبارة عن بطارية مع جهاز سعة 200 من مؤسسة أبو محسن التجارية. ألف ألف مبروك يا أحمد محسن الناخبي من المكلا. إذن نقول ألف مبروك لأحمد محسن الناخبي، ونشوف من هم سعداء الحظ. لكن نخلط الأوراق، أو خلينا نشوف بداية رقم واحد، نشوف إيش الجائزة اللي فيه، ونخلط الأوراق ونشوف بإيش فاز معنا أو فازت معنا. هذه ورقة، وورقة الجائزة بيدي أيضا. الفائزة هي أميرة عمر دويل من المكلا. ألف ألف مبروك لأميرة عمر دويل من المكلا، وجائزتها نشوف إيش جائزتها. هي عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 50,000 ريال يمني مقدمة من هايبر المستهلك. ألف ألف مبروك لأميرة من المكلا هذه الجائزة، وهي قسيمة مقدمة من هايبر المستهلك بقيمة 50,000 ريال يمني. ألف 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 مبروك. إذن هذه الكاميرا، هذه الورقة أمامكم على الكاميرا. نشوف أيضا الجائزة الأخرى في الصندوق رقم 6، ونشوف ماذا يحمل الصندوق رقم 6، ونشوف من هي أو هو الفائز معنا. نخلط الأوراق مرة أخرى جيدا، ما شاء الله تبارك الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه الورقة، شوف من سعيد أو سعيدة الحظ. سعيدة الحظ هي ذكرى عبود عبدون من المكلا. ذكرى عبود عبدون من المكلا، ونشوف إيش هي جائزة ذكرى عبود عبدون من المكلا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الجائزة عبارة عن 50,000 مقدمة من مؤسسة إسناد للتنمية والأعمال الإنسانية وتمور العزوة. ألف ألف مبروك لذكرى، جائزة 50,000 مقدمة من مؤسسة إسناد للتنمية والأعمال الإنسانية وتمور العزوة. ألف ألف مبروك. وهذه الورقة وهذا الاسم والجائزة أيضا. ألف ألف مبروك لكل الفائزين معنا في هذه الحلقة، ونقول لكم بإذن الله الأشخاص اللي ما فازوا معنا في هذه الحلقة بيفوزون بكرة بإذن الله. إذن ما عليكم إلا الاتصال، وسوف نكون في خدمتكم مشاهدينا الأكارم. نسعد بسماع أصواتكم ومشاركاتكم، ولا نتمنى أن نصل إلى ختام الحلقة، لكن وصلنا للختام، وفي الختام نقول في أمان الله.